اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده. ولما نقول خليها سمك النهارده سمع هس. هنعمل النهارده البايلا من برشلونه او من مدريد. انا طبعا مدريدي عشان تبقوا عارفين، ورحت برشلونه ورحت مدريد ولفيت اسبانيا شبر شبر. هنعمل النهارده البايلا على اصولها، ولكن طلعت نزلت هي هتاخد الطعم المصري لان اللي بيعملها بخفه دم مصريه. مكوناتها قشريات، اذا كان الجندوفلي بلح البحر، اذا كان كابوريا، اذا كان جمبري نوعين، جمبري سويسي لطيف جميل وجمبري لحم. معانا كمان سمك فيليه قشر بياض النهارده هنعمله بالليمون صوص. ولما نقول ليمون صوص او صوص الليمون دي مدرسه، لازم نعمل نسبه وتناسب ما بين عشق المستردة مع الليمون مع الزبده وبشره الليمون عشان يطلع معانا صوص لونه ذهبي كده لطيف وجميل. الحلو النهارده بيتكلم مصر، صينيه الجلاش بالتمر بتاع سينا. بنوجه تحيه كبيره للناس السنويين وشعب سينا وناس سينا الطيبين، والعريش من مزبيرو. هنعمل النهارده صينيه جلاش لطيفه جميله بالعسل والتمر، هتعجبكم ان شاء الله. تفاصيل كتيره في الحلقه، وفيها معلومه وغير معلومه، فيها خبره طهويه بنقدمها من مدريد وبرشلونه، اللي هي البايلا اللي هي هتاخد خفة الدم المصرية، ولكن هي طبعا أكلة جذورها أسبانيا. وهنعرف إيه قصة البايلا دي بالظبط وليه سموها بايلا. ما تيجوا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل أوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع سمك فيليه قشر بياض هعمله النهاردة بصوص الليمون أو المستردة. هنشوف ازاي مدرسة المغازي بتقول نعمل صوص الليمون او صوص المستردة. طبعا الاساسي مستردة ليمون زبدة. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. ممكن تعمليه بسمك فيليه قشر بياض او فيليه بولتي من خير مزارعنا. المقادير على الشاشة معانا، من الدقيق معلقتين ومن النشا معلقتين، بهاراتنا ملح وفلفل وبابريكا، زعتر، عصرة ليمون وبشرة ليمون، زبدة للتحمير، ومستردة دي اساسي معانا، وفص من التوم او توم مفروم ناعم. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. حلو قوي. حاضر يا غالي، عينيا بيقول لي البايلا ايه الحلاوه دي. بتصلي على الحبيب. نبدا نشتغل مع بعض في البيكاتا بتاعتنا او الفيليه بتاعنا. زلابيا معلقه، كوبايتين دقيق بياخدوا خميره، معلقه سكر، ذره ملح صغيره. بندوب الخميره مع السكر ونحط الملح على الدقيق، نعجن العجينه بتاعتنا بميه دافيه عشان العجينه تطلع بسرعه، بنحط معلقه سكر ومعلقه نشا مع عجينه الزلابيا حتى الاحمرار والقرمشه، بنقلب الدقيق مع النشا بالشكل ده كده. هنا السر، هنا التركايه، عشان سمك الفيليه ده يبقى له شخصيه، ما يتهريش مني، يبقى ماسك نفسه، يبقى مقرمش معايا، احط له ليمون، احط له مستردة زي ما انا عايز. حلو، ناخد السمك الفيليه بتاعنا ده كده بسكينه حاميه، ده اساسي. هنقطعه شرايح. البرجر فايت بتاعته كتيره قوي، طبعا بيعالج الانيميا يا اختي، ده مهم جدا. الناس اللي عندها انيميا البرجر مفيد جدا. والسكريات بتاعته سكريات امنه. ده بيتسلق بالقشره بتاعته بعد ما يتغسل كويس، ما يتقشرش قبل السلق. وبعد كده نسيبه لما يبرد خالص يا ست الكل ونقشره. ونقطعه، نحط له معلقة سكر، سنة شبت صغيرة أو شوية بقدونس حلوين ونقدمه. ممكن البعض بيضيفه طبعا مع زيت زيتون، زيت ذرة زي ما أنت عايزة، ويبقى كده هيلث وزي الفل ما فيهوش أي مشاكل. السمك الفيليه بتاعنا، وعشان خاطر عيونك يا ست الكل أختنا هنعمل لك البرجر إن شاء الله الأسبوع الجاي. تعالوا مع بعض، أدي السمك الفيليه بتاعنا. طبعا إحنا تبلنا شوية الدقيق، بناخده بالشكل ده كده. شفت التقطيعه دي كده؟ معايا فرسان التلفزيون المصري، شفت السكينه بتعدي من تحت ايدك ازاي؟ وسكينه يكون الـ 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 المستحد بتاعها او السلاح بتاعها مش تخين، مش عريض. دي اخر واحده، نفس القصه هنا. ينفع سمك بولت يا شيف؟ ينفع. بس نجيب البولت اللي هو وزنه تقريبا 600 جرام، يعني اللي فوق 500 جرام. لو انا حمرت السمك ده زي ما هو كده مش هيظبط معايا،
بالتاكيد هيتهري مني، مش هيبقى لطيف خالص. في نفس الخلطه اللي موجوده عندي دي كده بحط شويه توم حلوين كده، وامسك السمك كده بشويه التوم عشان الزفاره، معانا من الليمون بشره صغيره كده. شفت الجو ده؟ الجو ده لازم في المطبخ عندك، عصره الليمون الحلوه. فكرني بالجلاش يا فاروق عشان اكلك من البايلا. هنقلب ده كله مع بعضه. طبعا كل الدنيا هتفكرني بالجلاش عشان ناكل من البايلا اهو. ناخد السمك ده كده في قلب الخلطه دي كده. الخلطه دي مهمه جدا، حاطط عليها توابل اهو كده. معلقتين دقيق، معلقتين نشا. الدقيق لوحده مش كفيل يخلي لك السمك له شخصيه بعد التحميره اللي انا احمرها دي، واحط له صوص الليمون بتاعنا والمستردة. زي الفل. طاسه شديده الحراره على النار، ونحط فيها خليط من الزيت والزبده بنسبه 1:2. يعني ايه يا شيف؟ بلاش فلسفه، يعني مثلا تقريبا معلقتين من الزيت بالشكل ده كده بياخدوا 4 معالق من الزبده. لان انا هستخدم مكان تحمير الفيليه ده. وننزل بالسمك بتاعنا ده كده. اللهم صل على النبي. ايه الشقاوه دي يا شيخ؟ ايه الشقاوه دي؟ ده مش هياخد منت. اسرع من عمايل الشاي لو بتعملي الشاي. في المطبخ. يلا ونخلي دي كده على جنب ونشوف هنعمل ايه بعد كده. نبص على الجلاش مع بعض. ثواني. اللهم صل على النبي. ونشوف الفيليه اخباره ايه. طبعا التحمير هنا بيستغرق 4 دقايق، كل ناحيه دقيقتين بالظبط. اللهم صل على النبي. وانا واقف كده هو ده. مهم جدا استخدام الطاسه مكان التحمير، خلي بالك. عشان كده انا حاطط زبده مع معلقتين زيت او معلقه زيت. عشان الزبده ما تتحمرش مني وتحرق لي الحاجه بتاعتي، خلي بالك. حلوه. في طاسه جانبيه بنعمل صوص الليمون واحنا واقفين مع بعض كده. زبده. اللهم صل على النبي. عشان الزبده ما تتحرقش مني بعمل حاجه لطيفه دلوقتي حالا. بحط شويه ميه كفايه كفايه تعذيب وشقى، سنه شبت صغيره. بننزل بالمستردة بتاعتنا دي المدرسه اهو، تسيح مع الميه المغليه. ويا ريت الميه المغليه دي في شوربه سمك عندك تبقى احسن مني. ندوبها كده وهي بتدوب بننزل بالمستردة. ركزي معايا عشان لسه الايه تركية جايه، لسه الخبره الطهويه جايه في الطريق. ننزل بعصير الليمون. خلي بالك الطاسه في امان، تركية نشا مع دقيق في امان. حطينا عصير الليمون يا عم الشيف. معانا زعتر بري لطيف وجميل صديقي، باخده هنا كده في قلب الطاسه دي كده زي الفل. تمام. بشيل ده من هنا. حطيت ايه يا شيف هنا؟ حطيت زبده، ميه مغليه، مستردة، شويه ليمون، بشره ليمون معايا عشان الفليفر بتاع الليمون يبقى ظاهر هنا.
سنة شبت صغيرة مش كتير. ركزي بقى في التركية اللي جاية حلوة عشان تدعيلي. لسه ما خلصتش. معانا من الخليط فاكرينه ولا ناسينه؟ هو ده، بص كده معايا. تركية هنا بقى. الخبرة الطهوية لما بتتكلم سمع هس، والسر في الطاسة وجبنا الخلاصة. هو ده اللي بتعمله، دي شقاوة مطبخ الشيف. معلقة نشا مع معلقة دقيق في قلب الطاسة كده وانا شغال. الله عليك وعلى والديك. يلا فرسان التلفزيون المصري، العب يا سمك. خلص الكلام وفاء بعد كده كلام يا شيف؟ زي الفل. الطبق ده جاهز. اخبار الجلاش؟ صلي على الحبيب. بص على الجلاش براحتك. طبق التقديم شكله لطيف، سمكة حلوة كده غلوة، التانية بنشيله من النار. يلا 1 2 3. دي عايزة يا شيف للأمانة يعني مش عايزة البيلة، لو أنا هاكلها شوية رز أبيض كده من غير أي حاجة خالص، بالزيت كمان، أو مكرونة سباكيتي سادة، أو بالبيستو صوص اللي هو الريحان مع اللوز والثوم، أو البيلة. شفت الاحمرار؟ شفت الثبات جاي من ايه يا شيف؟ من معلقتين الدقيق ومعلقتين النشا اللي انا حطيتهم وقلبتهم بتوابل، ويغرق السمك كده ويعوم السمك كده مع صوص الليمون اللي انا عملته. مطبخنا بساطة، سهولة، مرونة، حب. مفاتيح السعادة الزوجية في جيبك، مش هتدور عليها، بين ايديكي. حبك للمطبخ بيجعل من طبعا في علاقة أسرية قوية، في حب أسري، لأنك بتخش المطبخ بتعملي حاجة حلوة وبتعمليها بحب. عملنا البايلة من أسبانيا، ولكن بخفة دم مصرية بتتكلم مصري. عملنا كمان شوية بيكاتا أو السمك المشوي بالزبدة والليمون. الطبق الجرنشة بتاعته مهمة جدا بالشكل ده كده. وعملنا صريد جلاش من التمر بتاع سينا والواحات اللي بنوجه لهم تحية كبيرة من مازبيرو. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى من مازبيرو.